ساعات طوال من دون توقف. يعمل خليل بشكل يومي في تصنيع مبردات الهواء بعدما كان العمل يقتصر على أيام قليلة في الأسبوع. رزق وفير جلبته جائحة كورونا إلى الصناعة المحلية بعد توقف الاستيراد. أشتغل يوميا 10,000 إلى 15,000. من كنا قبل أنا ما بالأسبوع أشتغل يا يوم يا يومين بحي الله مكان ألقيها. هسا تلا الحمد لله هننزل الشغل مستمر يومياتنا هي زينة والحمد لله. غلق الحدود مع دول الجوار بسبب جائحة كورونا دفع عجلة الاقتصاد المحلي لتدور من جديد، ففتحت المصانع أبوابها وباشرت في الإنتاج الذي توقف منذ سنوات عدة. صناعة مبردات الهواء واحدة من المهن المحلية التي عادت من جديد. هاي السنة اشتغلناها، صار إقبال عليها، شجعنا، شغلنا المعمل. يعني لو أكو مستورد احنا ما نشتغل، ماكو أي دعم للتصنيع المحلي، ماكو أي شيء. أصر أصحاب المصانع على إعادة تشغيلها بجهود ذاتية لتضاهي الصناعات المستوردة على الرغم من غياب الدعم الحكومي للمصانع المحلية كما يقولون، بالإضافة إلى تدمير أغلبها خلال الحرب على داعش. هاي السنة شوية الاستيراد قل، احنا قللنا من الأسعار، يعني خلينا عليها شيء قليل، قمنا ننافس المستورد. هو المستورد التاجر عجيبه، هو عملة رديئة على مود ينافس المحلي ووقف المحلي. الاعتماد على المنتجات المحلية وتفضيلها على المستورد ظاهرة إيجابية بدأت بالانتشار مؤخرا، وإذا استمرت ستسهم في تعزيز الصناعة والتقليل من إخراج العملة الصعبة إلى خارج البلاد. من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في.